نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلد، يقول أريد أن أعلم أهل قريتي وأهل بيتي وهم من عامة الناس، وأن أعلمهم الفقه، فبأي كتاب تنصحونني لأعلمهم أمور دينهم، ولا سيما أنهم على المذهب المالكي؟ خذ مختصر من مختصرات المالكية ودرسهم إياه، علمهم مختصر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.